السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كارمن جوليا قارئة التارو والكوتشينة. النهاردة هنعمل تقييم الأسبوع ما بين 20/8/2021 لغاية 27/8/2021. حيكون الاختيار حسب أول حرف من اسمكم. اختيار أول الإسوردي أو الأحرف دي: سين واو ذال ضاد راء شين غين فاء لام حاء ألف عين ميم ضاد. أو اختيار ثاني الحجر اللي عليها قلب أخضر، أو الأحرف دي: تاء باء زين نون دال طاء خاء كاف جيم ياء قاف هاء صاد وثاء. نحط الاختيار الثاني على حدة ونبدأ مع أصحاب الاختيار الأول. زي ما عودناكم هنختار 7 كهوت لعدة أيام الأسبوع. نشوف أولا الطاقة العامة بتاعتكم. غالبا البعض منكم هيكون عنده يعني هو دلوقتي يعني الطاقة الحالية بتاعتكم رغبة في بداية أمور جديدة، بداية مشاريع جديدة، أمور جديدة، استفسارات على أشياء أنتم ناويين عليها. البعض منكم يعني زي ما نشوف كده، هنا فيه راجل وهنا فيه طفلة صغيرة، بس الورقة بالمقلوب وفيها رقمين. الناس اللي بيعرفوا كروت اللغة بلوجي واللي أفهمتهم زي الكارت ده فيه رقم واحد بس من هنا، ما فيش في الأركان الأخرى. يعني دي كده ولا كده بتتقرأ نفس المعنى، ودي فيها رقمين، رقم هنا ورقم هنا، يعني كده تتقرأ بمعنى وكده بمعنى آخر. يعني كده طفلة صغيرة مراهقة، بس كده امرأة ناضجة. فهنا بنشوف يعني سواء للرجال اللي بيتفرجوا على الفيديو أو الستات اللي بيتفرجوا على الفيديو، في إنشاء عندكم يعني طاقة جميلة للبعض منكم، يعني غالبا 85% طاقة رغبة إنكم تغيروا الوضعية الحالية بتاعتكم، إما بداية مشاريع، إما بداية خطوة جديدة في حياتكم، إما تغيير بعض الحاجات إن شاء الله. شوف دلوقتي ايه طاقتكم في الاسبوع ده، وغالبا يعني في الطاقه العامه بتاعتكم اللي هم منفصلين عندكم بدايه جديده ان شاء الله مع الطرف الثاني، سواء كنت رجل بتتفرج او امراه بتتفرجي، لان كارت الربيع يعني والاوراق الصغيره التي تخرج من الاغصان الشجره يعني بدايه جديده. يلا هنختار 7 كروت. كارت اول هنا، كارت ثاني، كارت ثالث، يعني نسيبهم الاثنين هنا، كارت رابع، خامس، سادس، وسابع. أغلقت على القطط فهي دلوقتي بتناديني عشان ما تعكرش صف القراءة. يلا دلوقتي هطلب منكم انكم تغمضوا عينيكم، تركزوا كويس، بعدين تفتحوها وتختاروا كارت من الكروت دي، لان في نهاية القراءة هفهم او اكتر او اشرح اكتر معنى الكارت ده، وحيكون مخصص للانسان اللي اختار الكارت. هيكون الاختيار من هنا 1 2 3 4 5 6 7. يلا اغمضوا عينيكم اختاروا. اعتذر عن اصوات القطط، يعني والله العظيم تركتها تجي تشوش علينا، اغلقت عليها بتشوش كمان، مشاكسات يعني. يلا نبدأ على بركة الله، نقلب الكروت. اهو كارت الطاقة العامة بتاعتكم خرج. كارتين كمان، ايه الحظ اللي عندكم ده؟ حظ كويس وتقولوا لا انا ما عنديش حظ ومش عارفة ايه ومش عارفة ايه، يعني ايه ده؟ ايه ده يا بنات؟ ما تختشوا. يلا هنضيف كارت الهاء ده وده، لان ده كارت ست وده كارت راجل. هنشوف للرجاله هيقول لكم ايه الكارت ده، وللستات هيقول لكم ايه الكارت ده. يلا غالبا بدايه الاسبوع للبعض منكم عندكم تعب وارق كتير كبير جدا، عندكم احساس انكم ضحيتوا كتير، انكم يعني اديتوا كتير،
بس ما فيش نتيجة لكل حاجة عملتوها. كل ما توصلوا تبوظ. بتساعدوا الناس اللي بتساعدوهم دول، انقلبوا عليكم يصبحوا يعني أعداء، فأصبحتم دلوقتي يعني مرهقين جدا نفسيا وبدنيا، وانتم دلوقتي بتعانوا بصمت. هتبدأوا الأسبوع ده كده بالإحساس ده، بس أبشروا خيرا. هنا زي ما نشوف في الكارت ده فيه لوك لوك، وفيه هنا يعني البيبي بتاعه يعني ولدت، فيه بداية جديدة إن شاء الله، تجدد للطاقة بتاعتكم، واللي أكدها الكارتين دول اللي جاوا مع بعض. شوفوا كده، بعد حيرة في اختيار أي اتجاه إنكم تتجهوه، أو أي وسيلة تعملوها عشان تخرجوا من الحالة اللي أنتم فيها دلوقتي، بعد ما هتتجدد الطاقة عندكم هيكون فيه انفراجات عندكم ولا أروع إن شاء الله. هنا زي ما نشوف هنا ورقة الخريف، الأوراق تتساقط، يعني هنا المشاكل والحيرة دي كلها هتروح ببداية الطاقة دي. في هنا كارت رئيسي يترصد عفوا الكروت بتاعكم، وإن فيه يعني هنا في وسط الأسبوع عقود عمل أو ترقية في عمل أو ترقية في راتب العمل، يعني الشغل بتاعكم الراتب بتاعكم. في حاجات جديدة زي ما قلت لكم بالطاقة الجديدة دي، في أمور كتيرة جدا هتتعدل في حياتكم. نهاية أزمة كنتم فيها زي ما نشوف هنا، نهاية أزمة كنتم فيها هتنفرج عليكم وتتضح الأمور ليكم، هتتفتح قدامكم عدة طرق لتحقيق بعض الحاجات اللي انتم كنتم ناويينها، ويأكدها الكارت ده. غالبا البعض منكم هتكون عنده وعكة صحية، خاصة للستات هتكون عندكم وعكة صحية، بس يعني ما تخافوش، وخاصة الناس اللي هم مصابين بالكورونا أو حاجة زي كده، أو خايفين بسبب يعني التلقيح اللي زي هم يعني مش عارفين إذا كانوا يعملوا التلقيح ده ولا ما يعملوهوش. هنضيف لكم كارت آخر لأصحاب التلقيح عشان نشوف عفوا إذا كنتم تعملوه ولا ما تعملوهوش. بس الكارتين دول بيقولوا إيه؟ الكارتين دول بيقولوا إنه إذا كان فيه مرض بدني البعض منكم وخايف منه كل حاجة، فأنتم ستتشافون، لأن الكارت ده زي ما قلت لكم في الأول جاء برقمين هنا وهنا، يعني كده بمعنى كده بمعنى كده، يعني أنتم في مرحلة خطرة وفي مستشفى وحاجة مش كويسة، بس الحمد لله جاء الكارت بالمقلوب. يعني الناس اللي هي مريضة منذ مدة زمنية أو خايفة من مرض، أنتم الحمد لله يعني هتتشافون من المرض ده، وكل حاجة هترجع لمرجاريها. أما يعني الناس اللي عملت نوع من تشافي روحاني وكل حاجة، أنتم كمان هتستريحوا من المرض الروحاني ده. هنضيف زي ما قلت لكم كارت للناس اللي هي بتسأل عن التلقيح، إذا كانت هتلقح نفسها ولا ما تلقحش نفسها، أو التلقيح مفيد ولا مش مفيد. هنشوف مع الكروت هنا هتقول لنا إيه. لا مفيد ليكم، لأن الفيلم يعني بيرمز لحكمة الإنسان لما يكون هو القائد، لأن يعني الجروبات بتاع الفيلة الفيلم ما بيشيش لوحده، هيكون دايما عندهم زعيم ومعاه يعني الأسرة بتاعته والفئة الأخرى المنتمية ليهم، ودايما يعني هي مسالمة مسالمة وماسكة، يعني الفيل ده ماسك عرش السلام. يعني هنا اللقاح كويس ليكم، طاقتكم كويسة. البعض منكم إذا كان عندكم أمور معلقة في المحكمة، أمور معلقة في المحكمة، في انفراجة إن شاء الله ليكم. الأمور دي هتكون يعني لصالحكم، وخاصة اللي هم كانوا بيستنوا أخبار عن سفر أو تنقل، أو يعني إنكم تعزلوا من بيت لبيت أو تغيروا مكان الإقامة. هيكون فيه بشرى خير إن شاء الله في أواخر الأسبوع ليكم، وغالبا البعض منكم يعني 16% كده هيكون عنده هتوصل له ورقة بتخص السفر أو التنقل ده أو الانتقالة دي. وزي ما قلت لكم الطاقة العامة بتاعتكم هنا عندكم انفراجات ولا أروع، زي ما نشوف الكارتين دول هنا، كارت العنكبوت
عفوا، وكرت الحمل البيضاء. هنا غالبا يعني بيقول اللي هم منفصلين ان شاء الله عندهم رجوع في الاسبوع ده ناحية الصحة، زي ما قلت لكم حمامة السلام والفيل مع عرش السلام، يعني يرمز انه هيكون الاسبوع ده كويس لكم بعد معاناة طويلة عانيتم فيها منذ مدة وضحيتوا فيها كتير. غالبا الناس اللي هي زي ما قلت لكم تبحث عن عمل، عندكم انفراج لان العنكبوت هنا خارج من الضلمة القمر الى الشمس الى النور، عندكم انفراجات ولا اروع في جميع الميادين اللي انتم تسألوا عنها او عاوزين تعرفوا عنها معلومات في الاسبوع القادم. يعني كل الطاقة عندكم هنا ايجابية ان شاء الله في الاسبوع ده. هنشوف دلوقتي الناس اللي اختارت كل ورقة على حدة. الورقة الأولى، انتم ناس بتضحوا كتير، ناس بتعانوا كتير وتتألموا كتير بس ما تتكلموش، ودي غلطة عندكم. مش كويس التضحية دي كلها، مش كويس الانعزال اللي انتم فيه دلوقتي، مش كويس الأفكار السلبية دي اللي عندكم دايما، انه لا انا عارفة نفسي هيحصل لي كده، لا انا عارف نفسي هو هيحصل لي كده. والبعض الاخر يتساءل ايه سبب المعاناة دي كلها اللي انتم بتعانوا منها. هنضيف لكم كارت عشان نوضح لكم الامور. شوفوا هنا المعاناة دي اللي انتم بتعانوا منها، كارتين سلبيين وكارت إيجابي. هنا البعض منكم بيعاني فيما يخص علاقة غرامية أو زوجية، بيتعانوا فيها من توترات كبيرة وشديدة جدا، زي ما نشوف الجردان ده هو يعني في رقمين هنا وهو دلوقتي معتدل، فكده يعني مرض مش كويس فيما يخص العلاقات. يعني أنتم في علاقة مش كويسة، علاقة مريضة، علاقة يجب عليكم انكم يا اما يعني تقرروا الخروج منها، يا اما تتوقفون من العطاء ده الزايد والتضحيات دي وتحطوا شروطكم عشان تتضح لكم الامور ليكم وللطرف الثاني. غالبا هنا البعض منكم يعاني من مرض كمان مزمن، للبعض منكم سرطان، وافتح بين قوسين وده اللي بيدفعني اني افتح دايما بين قوسين كملاحظة، لأن الناس والله العظيم يعني بمختلف تفكيرها واختلاف طريقة معيشتها وكل حاجة، فده ترو دي استخارة. فلما أقول الناس المصابة بالسرطان ما أقولكش أنت مصابة بالسرطان وأنت مش مصابة بالسرطان، دي افهمي سوق، لما هتروحي للسوق مش هتشتري كل الخضار اللي في السوق وكل الفاكهة اللي في السوق، هتشتري الحاجة اللي لازماكي، فخدي من القراءة الحاجة اللي لازماكي. انت ما عندكيش سرطان مري، خدي الاقتراح الاول اللي اتكلمت عليه عن العلاقات، ما فيش حاجة يعني تتكلم عليكي فطاقتك مش هنا. نغلق القوسين. يلا زي ما قلت لكم البعض منكم هنا بيعاني من مرض السرطان، يا اما سرطان الثدي، يا اما سرطان الرحم، يا اما عندكم اعاقة او اصبتم بحاجة أزيدكم كتير، البعض منكم انتهك شرفها وهي مش قادرة يعني تبلغ على الحاجة دي أو تتكلم على الحاجة دي، وهي دلوقتي بتعاني معاناة كبيرة جدا فيما يخص المشكلة دي، مش قادرة تعيش حياتها زي كل البنات. للرجالة كمان انتم مريتوا بتمروا بمرحلة صعبة جدا ومتمنيين ان حياتكم تكون كويسة، بس دايما بتتسألون ايه سبب التعطيل ده اللي عندكم ووقف الحال ده اللي عندكم. الكارت الثاني هنا زي ما قلت لكم وشرحت لكم، عندكم للي هي بتسأل على الحمل هيكون عندك حمل إن شاء الله، في بداية جديدة وفي بداية مشاريع إن شاء الله إيجابية لكم، وأنتم هتكونوا في طاقة كويسة إن شاء الله. الكروت الثلاثة هتتضح لكم الأمور. هنا البعض من الناس اللي خذلوكم، اسمعوني كويس وركزوا، من بعض الناس اللي خذلوكم وأبكوكم وجرحوكم هتتضح لكم الأمور الأسبوع ده، أو هيكشفهم ربنا الأسبوع ده، وإنتم هيكون عندكم يعني انطلاقة جديدة إن شاء الله لنسيان الحاجة دي والارتياح ده اللي إنتم بتستنوه، يا إما رجوع كارما على حد أو حاجة زي كده، هتسمعوا الخبر ده.
والناس الآخرين عندكم انفراجات كمان. الكارت الرئيسي في السحب بتاعكم كارت العمل، في هنا بدايات جديدة العاطفية، عقود عمل، يعني رفع في منصب عمل، رفع في راتب الشهري بتاعكم في العمل، والبعض الآخر حيبدأ في عمل برنامج لحياته بعد المعاناة دي اللي تكلمنا عليها على يعني كارت الشمعة هنا. يعني انت او انتي بتفكروا او فكرتم او بدأتم تفكروا في وضع أسس جديدة لمنهج حياتكم، هتغيروا طريقة تعاملكم مع الناس، او قررتم انكم تغيروا طريقة تعاملكم مع الناس، او يعني ازاي نظرتكم على الاشياء هتكون مختلفة على النظرة اللي كانت عندكم من قبل، لان يعني تصرفكم السابق ضحيتوا فيه كتير ومش عارفة ايه، انا وصلكم لنقطة دلوقتي لحقتم لي يعني جدار كده قدامكم مش قادرين تتقدموا، فالقرار ده في التغيير هو كويس ليكم لانكم هتتحرروا من الطاقة السلبية دي اللي كانت عندكم في السابق. اللي اختاروا الكارت الرابع، لا الكارت الخامس هنا، ولا اروع، طاقة ايجابية ان شاء الله، ورحمة هتنزل من عند ربنا سبحانه وتعالى، سواء كنتم مرضى روحانيين أو مرضى في البدن أو بتستنوا رحمة من عند ربنا، فيه رحمة من عند ربنا هتنزل عليكم كده، وهتحسوا بنوع من الراحة ما حسيتوهاش من قبل، حاجة جديدة يعني هتحسوها. البعض منكم ربما من كتر الصلوات والخشوع اللي هو فيه دلوقتي أو كان فيه في الماضي هتحسوا بنوع من التغيير، والتغيير الإيجابي في الطاقة بتاعتكم إن شاء الله. أصحاب الكارت السادس، أعتذر عن صوتي فأنا مريضة باللوزتين. في هنا بشارة لسفر ونهاية مشاكل كنتم فيها سابقا فيما يخص يعني مشاكل شخصية أو نفسية، في تحرر، طاقة تحرر، وزي ما قلت لكم الطاقة بتاعتكم أصحاب القراءة الأولى ولا أروع، في تحرر من مشاكل ومن أمور كانت غامضة عليكم إن شاء الله. الكارت السابع، الأمور اللي معلقة في المحكمة حيتخذ قرار فيها في نهاية الأسبوع ده أو بداية الأسبوع القادم. حيكون فيه للبعض منكم مشكلة معلقة فيما يخص السفر، فحتتحل إن شاء الله في أواخر الأسبوع أو أواخر الشهر بقدرة ربنا سبحانه وتعالى. للبعض منكم يا إما بيفكر في السفر لعمل في منطقة أخرى أو مدينة أخرى أو بلد آخر، حيجيك الخبر الإيجابي اللي أنت بتستناه أو اللي أنت بتستنيه. كمان في عدالة ربنا حتنزل إن شاء الله، واللي هي رجوع كارما على إنسان أنتم يعني تستنوها منذ زمن طويل. أعتذر عن يعني صوت القطط، فأنا أغلقت عليها في غرفة النوم عشان ما تزعجناش كل زي كل مرة. أوكي، الأبراج اللي هنا أعتقد كل الأبراج اللي شفت دلوقتي، نصيحة ملاكك الحارس حيقول لك إيه؟ نصيحة ملاككم الحارس حيقول لكم ايه في يخص طاقة الأسبوع ما بين 20/8/2021 لغاية 27/8/2021. pour parler، التحاور، l'amour، الحب، le trafic، يعني حالة السير. pour parler هنا يعني في أي مشكلة عندكم سواء عاطفية، سواء هنا يعني الحوار، هنا الحب، وهنا سيرورة الحياة، لوترافيك يعني يعني المسار. هنا إذا كنتم عاوزين حياتكم تكون كويسة، سواء في العاطفة، في الصداقة، أو في تعاملكم مع الناس، أو في الشغل، أو في أي ميدان أنتم عاوزينه، يجب تتعلموا أنكم تتعلموا لغة الحوار عشان توصلوا ده
لازم تختاروا الطريقة الصح للوصول إلى مبتغاكم، واللي هي لغة الحوار. هتقولوا لي ما فهمناش. يجب اختيار الطريق الصح اللي هي لغة الحوار للوصول إلى الهدف بتاعكم، إن حياتكم تكون كويسة وفيها الحاجة اللي انتم عاوزينها، سواء العاطفية أو حاجة أخرى. مثلا الناس اللي هي بتضحي كتير عشان إنسان آخر أو عشان إنسانة أخرى، انتم بتضحوا بدون ما تتكلموا، فالإنسان الآخر هيستغل ضعفكم ده للبعض منكم، وانتم عايشين الحالة دي هيستغل ضعفكم ومش يعني مش هيتماشى مع التضحيات بتاعكم. فبالحوار مع الإنسان ده قبل ما تضحوا، بالحوار مع الإنسان ده لما توضعوا أسس أو نقاط، حاجات انتم عاوزينها والحاجات اللي انتم مش عاوزينها، يعني سيرورة الحياة بتاعكم أو العلاقة بتاعتكم هتكون كويسة. فبدون حوار، لو ننزع الكارت ده، بدون حوار هتكون الطريق، شوفوا كده، كل واحد رايح من جهة، ما يكونش فيه تفاهم. فبالحوار توصلوا للنقطة اللي انتم عاوزينها. توقفوا عن عن الصمت، توقفوا عن الصمت، حاولوا تتحاوروا. فيه مشكلة في العمل، اتكلموا. شفتوا بحاجة مش كويسة، استنى يا اسمك انت، انا كده ما بحبش الحاجة دي، تحب انا اعملها لك؟ هتحس بايه؟ مش تسكتي وتتحملي وتقولي لي اولادي ومش عارفة ايه. كلنا عندنا اولاد وكلنا عندنا مشاكل وكلنا عندنا، بس لازم تكون عندك كرامة وعندك شجاعة وعندك ارادة. لما تحددوا اسس الطريق بتاعكم، يعني ده ممنوع الانسياغ يمينا وممنوع الانسياغ يسارا، الطريق هي كده زي ما نشوف كده، بس لما ما يكونش فيه حوار الطريق، كل واحد هيروح هيفكر بطريقته، وما يكونش فيه يعني وصول للمبتغى اللي انتم عاوزينه. اظن اني اوضحت يعني اكتر من اللازم. إلى هنا وصلنا لنهاية القراءة الأولى، نمر دلوقتي لأصحاب القراءة الثانية، وأشكركم لتتبعكم لنا يا أصحاب المجموعة الأولى. أصحاب المجموعة الثانية، نخلط الكروت كويس عشان ما تخرجش نفس الطاقة بتاعت المجموعة الأولى. أصحاب المجموعة الثانية، أغلبكم عندكم فزع كبير جدا فيما يخص مشكلة مرض، بين قوسين أعتذر عن رداءة صوتي، فأنا مصابة باللوزتين، يعني مريضة باللوزتين، فأعتذر يعني. فنرجع للقراءة، زي ما قلت لكم عندكم البعض منكم فزع كبير جدا فيما يخص مرض ما، يا إما كورونا، يا إما نتائج أنتم بتستنوها، يا إما على الوضعية اللي أنتم عايشينها كده، في فزع في قلبكم، مش عارفين يعني إزاي تخرجوا من الفزع ده. دي طاقتكم، طاقة فزع، طاقة هلع، طاقة خوف، طاقة ارتباك من حاجة، طاقت انكم مش عارفين اي اتجاه تتجهوه، او عندكم مشكلة صحية مش عارفين ازاي يعني تتعالجوا، او يعني متلخبطين في فكركم، مش عارفين تخرجوا من المشكلة اللي يعني ادت لكم الفزع ده كله في قلبكم، والتوتر ده كله، يعني غالبا انتم منذ مدة طويلة وانتم عندكم الفزع ده، حتى ولو كنتم يعني قاعدين في البيت، واحد يجي يعني بدون ما تبصوا له كده ويتكلم تتفزعوا كده، بدون يعني قلبكم عندكم خفقان قلب كبير جدا من الفزع. دي طاقتكم حاليا. هنخلط الكروت ونختار 7 كروت لعدد ايام الاسبوع. هنشوف طاقة الاسبوع ما بين 20/8/2021 لغاية 27/8/2021.
يلا نبدأ. بسم الله. كرت أول، لا عفوا، كرت أول، كرت ثاني، كرت ثالث، رابع، خامس، سادس، وسابع. بصوا كويس للكروت، هي كلها مفروشة قدامكم. اختاروا رقم بين 1 و7، 1 2 3 4 5 6 7. في نهاية السحب هشرح كل كارت للإنسان اللي اختاره، هيكون يعني أكتر دقة لصاحب الاختيار ده. لحد ما تختاروا أنا هحط نصيحة الملائكة على جنب، لما نخلص القراءة هنقول نصيحة ملكك الحارس عاوز يقول لك إيه. كارت أول، كارت ثاني، وكارت ثالث. يلا نبدأ بقلب الكروت. سبحان الله، خرج كارت الطاقة العامة بتاعتكم. نعمل كده عشان تكون كل الكروت واضحة. أولا الكارت الوسط يتصدر. اختار واحدة فيهم يعني اللي جاي في الوسط. الله، أنا باللغة العربية شوية ضعيفة. هنا الكارت اللي في الوسط بيعني العدالة، برج الميزان، طاقة الأبراج الهوائية. في طاقة هوائية هنا كبيرة، طاقة مائية ترابية، نارية قليلة. الكارت ده بيقول إيه؟ إن أموركم هتتعدل في الأسبوع ده، من وسط الأسبوع ده لغاية نهاية السنة، لأن حياتكم في السابق كانت زي ما نشوف بطء الحلزون وضعف النظر بتاع الحلزون. يعني أنتم كان عندكم ما كانش عندكم، وصلتم لدرجة انكم ما تقدروش دلوقتي يكون عندكم بعد النظر للوضعية اللي انتم فيها او هيحصل لكم ايه بعدين. تتساءلون على مشاكل كتيرة، وخاصة العلاقات اللي انتم منفصلين فيها، او اللي اتطلقوا، او اللي هم ارامل، بيسألوا اذا كان حياتهم يعني هيكون فيها جديد ولا مش فيهاش جديد. منذ مدة طويلة وانتم بتعانوا كده، يعني عامة انتم كلكم هنا بتعانوا منذ مدة طويلة في عدم تحقيق الأمنيات بتاعكم أو عدم الوصول للأهداف بتاعكم. بس أبشروا خيرا، نهاية يعني في 23-24 من شهر 8 2021 حيكون في حاجة ولا أروع هتبدأ ليكم، نهاية المرحلة دي البطيئة وبداية مرحلة أحسن منها. هتقولوا لي لا ذكرت البلوك مش عارفة إيه. أوكي، من فضلكم الناس اللي تقول كده ما تبصش للفيديوهات دي، كل احتراماتي. كل واحد ويشرح الكروت زي ما هو عنده إحساسه، زي ما هو درس أساس وقواعد الترو. بحترم كل القراء الآخرين، بس لما نبص للكارت ده، هي إيه؟ هو صليب. أنتم يعني إحنا المسلمين بيقولوا إنه بلوك، بس الصليب عند المسيحيين هو أداة أو وسيلة للعبادة، للتعبد. يعني هم شايفين انه المسيح علقوه هنا، فبالنسبة لهم وسيلة عبادة ورحمة من عند ربنا. فهم دايما يعني بيبوسوا الصليب وكل حاجة، يعني حاجة مقدسة. فهنا في الكروت في طاقة الأسبوع ده عندكم رحمة من عند ربنا هتيجي عليكم إن شاء الله. فيه نوع من انفراجة، يعني هتنفرج عليكم إن شاء الله في الأيام اللي ذكرتها، 23-24 و25-8-2021. الانفراجة دي هتعمل إيه؟ هيكون فيه توازن في حياتكم. الأمور المعلقة في المحكمة هيكون فيها يعني هيخرج قرار محكمة في الأسبوع ده، للي هم عندهم استرجاع حقوق، هيكون عندهم استرجاع حقوق. للبعض الآخر للأسف هيكون فيه طلاق،
وقرار لنفقة الأولاد وكل حاجة، وخاصة اللي هم مطلقين ولا زالهم يعني بيشرعوا أو يروحوا للمحكمة، يعني هم في محكمة في قضية ما يخص النفقة. والبعض الآخر عندكم كمان، عفوا، بعض الأوراق المعلقة فيما يخص الإرث، يعني حد ميت، قبر وصليب، زي ما نعرف، عفوا، القبور بتاعت المسيحيين قبر وصليب، إنسان متوفي يعني بطء، وعقود هنا، يعني فيه إرث معلق في المحكمة للبعض منكم. إن شاء الله في أواخر الشهر ده هتتحل الأمور بتاعه، وكل واحد هياخد حقه بالقرار ده اللي هيصدر من المحكمة. غالبا البعض منكم ما تفزعوش، ما تتقلقوش، وركزوا في كلامي. اللي هم يعني عندكم أطفال، ردوا بالكم على أولادكم لما هتخرجوا في الفسحات أو حاجة زي كده، لأن البعض منهم هيتعرض لمرض خفيف بس هيتشافوا، مش مرض خطير، هيتشافوا، بس ردوا بالكم من أولادكم من فضلكم. يا إما يعني مرض خفيف، يعني زي مثلا زي أنا مرض اللوزتين أو حاجة زي كده، بس حيتشافون، بس هي الوقاية خير من العلاج. فردوا بالكم هنا في استشارة طبية فيما يخص أولاد أو بنت، زي ما نشوف هنا الاستشارة الطبية، الوصفة، الدواء فيما يخص الطفل عند الطبيب. فردوا بالكم على أولادكم هنا. غالبا البعض منكم حيكون عنده قضية في المحكمة في الأسبوع ده، بداية قضية جديدة في المحكمة بتخص حاجة سرقت، ضاعت، أو حاجة زي كده، أو يعني اتهمتم في شرفكم وانتم دلوقتي عاوزين تعملوا قضية في حاجة زي كده. فالحمد لله يعني القضية دي مش هتطول، هيكون أمرها يعني مدة القضية دي هتكون مش مطولة، وهيكون النتيجة في صالحكم. كمان الناس اللي هم عاوزين يبدأوا في مشاريع جديدة إن شاء الله، وخاصة التجارة، هنا في عقود هتتمضي فيما يخص التجارة، الميزان، التجارة يعني دي عدالة وتجارة في نفس الوقت. فيه هنا، ردوا بالكم هنا، لما نوصل دلوقتي الكارت ده مع ده مع ده هنشوف ايه الحذر مطلوب في امضاء عقود فيما يخص التجارة. يعني لما هتمضوا العقود دي، يا إما في العمل، يا إما في التجارة، يا إما في مكان إداري، اقرأوا جيدا السطور المكتوبة فيها قبل ما تمضوا. زي ما نشوف كده أهو، اقرأوا كويس قبل ما تمضوا. الحذر مطلوب للبعض منكم، وخاصة اللي هم عاوزين يعني يبدأوا في تجارة جديدة أو حاجة زي كده. في ايه كمان؟ غالبا البعض منكم كمان هيكون فيه قرار للأسف للطلاق، يعني فيه انفصال للأسف ما بين اتنين، بين ده وده وده، يعني فيه قرار انفصال هنا لبعض العلاقات. هل فيه رجوع؟ نعم، للبعض منكم فيه رجوع، وخاصة الأبراج الهوائية والأبراج المائية في تقريبا يوم 25 26 27 لغاية 29، فيه يا إما رسالة، يا إما مكالمة هاتفية، يا إما لقاء حيكون يعني ما بينكم ما بين الإنسان اللي أنتم منفصلين معاه، حيكون فيه يعني تصالح، زي ما نشوف يعني وسيلة العلاج، يعني وسيلة الكشف عند الطبيب ده، تصالح ما بين اتنين. البعض منكم يا إما قرر، أخذ قرار لبداية، أو يعني أمضى على قرار على إنه حياته هياخدها بإيده، بعد ما يكون يعني بعد ما شافه إنه فيه تعطيل في أموره، حاسس إنه فيه سحر تعطيل هنا وتوقيف حال. أخذتم قرار للبعض منكم هنا إنكم تاخدوا أمور حياتكم وزمام أموركم بأيديكم، وتبدأوا في علاج نفسكم. وغالبا العلاج ده هيكون يا إما أنتم هتسافروا للإنسان ده عشان تتعالجوا، يا إما الإنسان ده هو بعيد عنكم، يا إما في مدينة بعيدة عنه، مدينة اللي بتسكنوا فيها، بس في أغلب الأحيان الإنسان ده في مدينة، يعني في بلد آخر أو قارة أخرى.
العلاج ده هو كويس ليكم يعني، وتأكدوا الكارت ده. في ايه كمان؟ في بشرة حامل ان شاء الله للبعض منكم، بس ردوا بالكم المرحلة الاولى هتكون شوية صعبة، مش كتيرة يعني، بس حاولوا تاخدوا قسط من الراحة عشان تحافظوا على البيبي اللي في بطنكم، وخاصة في الثلاث اشهر الاولى حاولوا انكم ما تتنقلوش كتير. البعض الاخر هنا في نجاح لاولادكم فيما يخص حاجة، اما امتحان اما تغنوا يعني، مش عارفة زي بيقولوا تغنوا، اللي بيعرف يترجمه بالعربية يقولها يكتبها في التعليق من فضلكم. عنده أن تغنوا أو امتحان أو حاجة كده في منتزه أو في زي بيقولوا هذه منافسة، حاجة زي كده الطفل بتاعكم حينجح فيها. في شهادة لأولاد إما تحصلتم عليها إما هتتحصلوا عليها. والبعض الآخر اللي هي في صدد المحكمة فيما يخص استرجاع حقوق لأولادها فيما يخص النفقة، أو استرجاع أولاد أخذهم الطرف الثاني وسبكم، وإنتم دلوقتي في صدد المحكمة لاسترجاع أولادكم معاكم. إن شاء الله حتكون القضية في صالحكم. الكارت ده دايما بيأكد إن الطاقة هنا طاقة الأسبوع ده حتكون في صالحكم. في حاجة كمان، البعض الآخر يعني من الستات وخاصة الستات، ردوا بالكم من علاقة غرامية أنتم فيها، وركزوا معايا كويس من فضلكم، ردوا بالكم من علاقة غرامية أنتم فيها. الحذر مطلوب لأن العلاقات الجنسية اللي أنتم بتعملوها دلوقتي ما بين اتنين، الحذر بعلاقة جنسية ما بين اتنين. للأسف البعض منكم خلص وقع الحمل، استشريت الطبيب، استشرت الطبيب وقال لك إن في حمل، علاقة غير شرعية. فالبعض الآخر لم يصل للمرحلة دي، فردوا بالكم الأسبوع ده حاولوا يعني إنكم ما تعملوش الحاجات دي، لأنه يعني في خطر عليكم في السقوط في الحمل. بس اللي هما متجوزين عندكم حمل إن شاء الله بعد أخذ يا إما علاج عند طبيب يعني طبيب عادي، يا إما عند طبيب روحاني زي ما شفت، دي زي ما قلت لكم وسيلة روحانية يعني للتعبد عند المسيحيين، فده علاج روحاني يعني عشان يكون عندكم أولاد وتنجبوا وتكونوا حامل. في إيه كمان؟ البعض منكم يعني في نهاية الأسبوع في بداية أو خطوة أولى لطلب تأشيرة للسفر أو معلومات عن السفر، وحيتلقوا إنه في 65-75% يعني فرصة للسفر، وحتبدأوا الخطوة الأولى في إعداد الملف اللي هو خاص بالسفر. الخطوة الأولى لإعداد ملف خاص بالسفر هنا، وهي مفتوحة، الطاقة مفتوحة لمدة نقطتين، إما أسبوعين إما شهرين. عفوا. نيجي دلوقتي لشرح الكروت، كل واحد اختار كارت. الكارت الأول، أنتم بتعانوا من وقف حال، من تعطيل أمور كتيرة. هنشوف لكم كارت آخر عشان نشوف نوضح، عشان ما تكونوش يعني أخذتم معلومة أنتم عارفينها مصدقة. توقيف حال فيما يخص يا إما التجارة للبعض منكم، يا إما يعني في الرزق عامة، والرزق هو يعني إما فلوس يا إما صحة يا إما تغيير وضعية فينانسيغ يعني مادية. في تعطيل كبير جدا فيما يخص الرزق وأمور معلقة. البعض منكم في أمور معلقة فيما يخص الإدارة، فيما يخص يا إما إرث يا إما مبلغ مالي أنتم بتستنوه وطال وصوله ليكم، أو طول وصول مال، طول المال ده على أنه يوصل ليكم بسبب يعني أمور معلقة في الإدارة، وخاصة الناس اللي عاوزين يبدأوا مشاريع جديدة. الكارت الثاني هنا، انتم عندكم روحانيات عالية،
عندكم روحانيات عالية، وغالبا يعني تجيكم إشارات في المنام، أو تحسوا إن الإنسان ده شفتوه من قبل، أو الوضعية اللي بتمروا بيها دلوقتي مريتوا بيها من قبل. عندكم إحساس كده بعض الأحيان، عندكم روحانيات عالية. حاولوا يعني إنكم تجتهدوا في المجال ده عشان انتم تقدروا تفتحوا كروت وتقرأوا ترو، حتى العلاج يعني تقدروا تعالجوا الناس. بس في مشوار طويل جدا للوصول للعلاج والحاجات دي، بس هنا عندكم روحانيات، حاولوا تستثمروا الروحانيات دي اذا كنتم عاوزين تستثمروها، يعني في معرفة ازاي تتعاملوا معاها وكل حاجة. الكارت الثالث، هنا في قرارات مهمة هتكون في الاسبوع ده، قرارات مهمة تكون في الأسبوع ده، وخاصة العمل، إمضاء عقود عمل، حاجات بما يخص الإدارة هتتحرر إن شاء الله، رجوع ترسيم علاقات إن شاء الله، والبعض الآخر للأسف هيكون فيه طلاق. الكارت الخامس، عفوا الكارت الرابع، هنا للبعض منكم اللي هم عاوزين يبدأوا مشروع جديد، ده هو الوقت المناسب إن شاء الله لبداية المشروع ده. البعض الآخر للأسف يعني هنا فيه ميزان، وهنا باب يعني نافذة السجن زي ما أنتم شايفين، هنا أهي نافذة السجن وكل حاجة. البعض منكم 2% بس، المشكلة اللي عندكم معلقة في المحكمة مش هتكون لصالحكم، بس يعني 98% الإنسان اللي ظلمكم هنا هيكون فيه رجوع لكارما، أو إذا كنتم في المحكمة أو في يعني في الشغل مظلومين وكل حاجة، الإنسان ده اللي ظلمكم هياخد جزاؤه يعني جزاؤه قدامكم كده إن شاء الله. وإذا بدأتم في تجارة، التجارة دي مربحة. الكارت الخامس هنا نضيف له كارت، البعض الآخر هنا في ست ما بينكم مصابة بعمل شيطاني أو طاقة سلبية بتاع السحر مش مخليها تحمل، أهي في حاجة مش مخليها تحملي حاجة، طاقة مش كويسة، عمل لك السحر البعض يعني، يا إما أجهضتي يا إما لما يعني كان عندك ابن أو طفلة وتوفوا. خاصة الستات المتجوزين، شوفوا كده منذ مدة طويلة وانت بتعاني من المشكلة دي، يا إما عقم يا إما عدم الإنجاب. البعض الآخر اللي كانوا منفصلين عندكم رجوع إن شاء الله، خاصة إذا كان في فرق سن أو في العقيدة أو في مكان التواجد، عندكم رجوع إن شاء الله أو بشرى للرجوع في الأسبوع ده أو آخر الأسبوع ده. الكارت السادس هنا، الناس اللي هي عاوزة تتنقل، يا إما تعزل يا إما تسافر، عندكم بشرة انتم كمان ان شاء الله للسفر ده، عندكم انفتاحة ان شاء الله للسفر ده. والبعض الاخر هو محتاج انه يخرج في نزهة عشان يجدد الطاقة اللي بتاعته هنا، يعني اصعب الاختيار السادس، لازم لكم الراحة، استريحوا شوية او اخرجوا للراحة والاستجمام، ادوا وقت لنفسكم عشان تستريحوا ان شاء الله. اصحاب يعني الكارت الاخير هنا، الناس اللي عملت عملية يعني نزع السحر انتم اتعالجتم خلاص، الناس اللي هم مرضى عندكم بشرة خير فيما يخص تحاليل او اشعة. البعض الاخر في الكورونا عفوا، مش الكورونا ده، لا مش هستغل الفرصة وأقول الكورونا، لا أنا بقرأ تارو مش استغلال فرص. هنا في يجب البعض منكم هنا عنده وسواس كبير جدا وخوف داخلي، يجب أنكم تتعالجوا من الوسوسة دي،
بتتوسوسوا كتير لما تحطوا يعني رأسكم على الوسادة أو المخدة، بيجيلكم أفكار كده وتفكروا 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 وتلاقوا نفسكم مش نايمين. تتعاملوا مع حد عندكم وسواس، هي دي متحبينيش بعملت كده كده، تتسألوا تساؤلات كتيرة بسبب المرض ده بتاع الوسوسة دي. فحاولوا إنكم تعالجوا نفسكم منها. هنا وصلنا يعني لقراءة المجموعة التانية. نشوف دلوقتي كروت نصيحة الملائكة بتاعتكم هيقول لكم ايه. شوفوا هنا عشان توصلوا لبليزير الرغبات، عشان توصلوا للرغبات او اهدافكم او تحقيق اهدافكم يعني تاخدوا الحاجات يعني الاستحقاق لغنومي الاستحقاق بتاعكم في يعني في شأنكم في حياتكم وفي كرامتكم وفي كل حاجة، استرجاع حقوقكم اللي عندكم استحقاق توصلوا ليه، ورغبات أو أهداف عاوزين توصلوها، يجب تغيير طريقة تفكيركم. لو شانجمون أو وش رجل وش امرأة، سواء كنت رجل بتتفرج على الفيديو ده أو امرأة بتتفرج على الفيديو ده، يجب تغيير طريقة يعني تفكيركم جذريا. حاولوا زي ما قلت لكم هنا، حاولوا تستريحوا وتاخدوا وقت لنفسكم عشان تستريحوا ذهنيا وجسديا وتعرفوا ازاي تسيروا امور حياتكم او تاخدوا القرارات المهمة في حياتكم. الى هنا وصلنا لنهاية هذه القراءة. اقول لكم شكرا لانتباهكم ولإصغائكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء. مع السلامة.